الراديو 90 90 هواها مصري. وقلنا قبل الفصل هنتكلم عن الدراما. مظبوط. انت فين من الدراما بقالك فتره؟ انا موجود والله. عملت يعني الهروب كان اول مسلسل ليا 2012، وبعدين كان مع الاستاذ صفوت غطاس وخرج الاستاذ محمد علي، وبعدين عملت وش تاني مع الاستاذ وائل عبد الله، وبعدين عملنا الزيبق الجزء الاول، وسمعنا تحضير الزيبق 2 والموضوع بس هو انتاجه ضخم ومحتاج تحضير بشكل كبير جدا، فليه معاد ان شاء الله يا رب. لكن يعني ما توقفش كمشروع؟ لا لم يتوقف. يعني انا ما يعني بص، هو الجزء الثاني اضخم كتير جدا من الجزء من الاولين في تنفيذه وفي سفره وفي بلاده، فهو محتاج شغل اكتر كتير من الجزء الاول. يا رب. صح. اتمنى من قلبي انه يبقى في جزء ثاني طبعا. وحاليا مضيت مسلسل مع سينرجي اهو، احنا في الدراما اهو، وبعد 19 ان شاء الله نخش نصور ان شاء الله. يعني مقرر يكون مثلا في موسم رمضاني، مش السنه دي طبعا، اللي بعدها باذن الله ان شاء الله. دي مفاجاه هايله لينا الجمهور. دراما حلوه اهو شغال.